المرض النفسي يمكن من أكتر الحالات المرضية اللي بتحتاج دعم ووعي كبير من جانب الأسرة عشان يقدر المريض أنه يعيش بشكل طبيعي ويقدر يحقق ذاته. يمكن من أكتر الفئات العمرية اللي بتحتاج دعم الأسرة حالة إصابتهم بأي من الأمراض النفسية هم فئات الأطفال والمراهقين، لأنهم أصلاً بيكونوا بيمروا في المراحل دي في الطبيعي بتغيرات نفسية وجسمية، فبيكونوا مش فاهمين او مش مدركين ايه اللي بيحصل، ولما بيزيد عليهم المرض النفسي بيبقى الموضوع فعلا محتاج درايه ووعي ورعايه عاليه جدا من جانب الاهل في كيفيه التعامل مع اللي بيحصل. خلوني ارحب بضيفتي الكريمه في الاستوديو ونتكلم اكثر عن هذا الموضوع، دكتوره نرمين شاكر، استاذ اطباء نفسي بجامعه عين شمس واستشاري طب نفسي الاطفال والمراهقين. دكتوره اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. اهلا وسهلا. لو تسمحي لي دكتور، احنا عملنا زي تقرير كده في الشارع ونزلنا سالنا الاباء والامهات عن معرفتهم، يعني لو في حاله نفسيه في البيت بين الاطفال. نروح نتابع هذا التقرير ونعود مره ثانيه. ان انا كل واحد بحاول اتعامل معاه على قد تفكيره وعلى قد منطقه وعلى قد دماغه، يعني في بعض الاولاد لما بتيجي بتتكلمي معاهم بيسمعك وينفذ اللي بتقوليه، في بعض الاولاد ممكن يقول لك لا انا عايز اعمل حاجه وممكن الحاجه دي تكون عكس اللي انت عايزه تعمليه. المفروض ان انا يعني ما اجبروش ان هو ينفذ الكلام اللي بيقوله، انا لازم اسمع هو بيقول عايز يعمل كده ليه، وبعدين والله لو اللي بيقوله ده منطقي انا ممكن اسيبه ونعمله. براعي حالته النفسيه، سواء هو مثلا زعلان فبساله اي سبب الزعل، لو كانت مشكله بسيطه بحلها معاه. واهم حاجه بالنسبه للاولاد من الصغر لازم موضوع الرياضه، الاهتمام بموضوع الرياضه. لا، هو انا مؤمنه جدا سواء اطفال او سواء كبار ان احنا لازم لما نحس باي حاجه مش طبيعيه لازم نطلب ان احنا نتكلم مع متخصص. لازم نراقب تصرفاته في كل حاجه، لان الطفل ساعات بيخبي، خايف على قلق والدته او والده فبيخبي، فلازم الاب يكون ملاحظ ابنه نفسيا وجسديا. خليني اسال حضرتك في البدايه دكتور، ازاي ممكن نعرف اي بيت مصري انه في طفل من الموجود في المنزل بيعاني من مش عارفه هل ترتقي لحاله نفسيه ولا بيعاني من حاجه نفسيه موجوده؟ تمام. هو الحقيقه زي ما حضرتك اشرتي في الاول انه الامراض النفسيه من اكتر الامراض اللي هي بتسبب اعاقه او ممكن تخلي الواحد ما يمارس حياته بشكل طبيعي. بالنسبه للاطفال المراهقين ممكن توصل نسب الاضطرابات النفسيه في الاطفال ممكن توصل من 13 ل 20%، فنسبه مش قليله يعني على مدار حياته. طيب خلينا نقسمهم كده، في امراض نفسيه ممكن تصيب الاطفال وممكن المراهقين يعني يكون في امراض تانية بالاضافه ليها. اعرف ازاي ان ابني عنده مشكله؟ في امراض اللي هي النمائيه اللي هي بتبقى في النمو والتطور بتاعه، مثلا زي الاعاقات الذهنيه او التوحد او فرط الحركه ونقص الانتباه، ده بيبقى باين ان هو مش ماشي مع سنه او في عنده مشكله متاخر في اي نوع من انواع النمو والتطور في الكلام في المشي، دي بتبقى الام بتلاحظها بدري يعني. ولكن لو في اضطرابات مثلا زي الاكتئاب او القلق او ان في مشكله بقى طرقت عليه مش في النمو والتطور بتاعه، دي الام بتلاحظها ان هو ابتدى يتغير، يعني كان حاجه وابتدى يبقى في من وقت معين، سواء بقى حصلت مشكله او ما حصلش، يعني ممكن يكون اتعرض لضغط نفسي او مشكله، المهم ان هو اتغير، ابتدى يبقى مختلف. ممكن يبقى عنده خلل وظيفي، يعني ما يبقاش في الدراسة مش ماشي في الدراسة، كان بطل يلعب مع أصدقائه، بطل يستمتع، يعني في اختلاف حصل. بالضبط، يعني اختلف، ده مش طبعه طول الوقت، لا بقى طرقت عليه بعض الأعراض اللي خلته ما يمارس حياته بشكل طبيعي، سواء في الدراسة أو مع أصدقائه، ما بقاش بيلعب، ما بقاش بيخرج، ما بقاش له أصحاب، يعني بتلاحظ إن فيه تغيير. فده مهم جدا ان احنا نبقى واعيين لده او نحس باولادنا ان في مشكله ما. طبعا لما بتبقى مشكله دراسيه بتبقى واضحه جدا وتقول لك لا كان شاطر مثلا ما بقاش، او هو اصلا من الاول مش ماشي في المدرسه بالنسبه للاصدقاء او كده. بالنسبه للاعراض النفسيه نفسها، يعني حاجه زي مثلا القلق او التوتر، يبتدي الطفل يسأل كتير، تحسي انه نومه ابتدى يضطرب، اكله ابتدى يضطرب، ما بقاش بيستمتع زي الاول، الام بتحس انه متغير، طبعه اتغير. بالنسبه للنقطه اللي حضرتك ذكرتيها انه مثلا شخص من الاول ملوش في الدراسه، هل ده ممكن يكون متميز في حته تانية ولا المفروض نتعامل مع ده ازاي؟ يعني هل ده ممكن يكون امر طبيعي بالنسبه للاطفال ان هم ما لهمش ولا مفيش حد ملوش في الدراسه؟ لا، لو انا في عندي مشكله دراسيه دي ممكن يبقى ليها اسباب كتير الحقيقه، يعني منها ان انا
ما يعني ابتونال ممكن في مدرسه مثلا مش بتعمل لي بتديني الدروس بشكل كويس يعني، او ان انا عندي مشكله في الفهم او في نسبه ذكائي او استيعابي، ممكن تكون فيها مشكله، ممكن يكون عندي مشكله في الانتباه اللي هو فرط الحركه ونقص الانتباه، ده الاي دي اتش دي. بالظبط. وممكن يكون عندي في حاجه اسمها صعوبات التعلم. فاحنا طبعا لما بنشوف اي حد، اي ام بتشتكي ان ابنها مش ماشي في الدراسه، بنستثني الاربع حاجات دول او الاربع الاسباب دول. لو استثنيناهم يعني ما عندوش مشكله في قدراته الذهنيه، تركيزه كويس، ما عندوش صعوبه من صعوبات التعلم اللي هي صعوبه القراءه او صعوبه الكتابه او صعوبه الحساب او المواد الحسابيه، زي ما حضرتك بتقولي بقى ممكن هو اصلا مش ميال قوي للدراسه او ما عندوش يعني ايه شغف بالتعليم قوي، ممكن يكون طفل حركي ولا يقلق الناس ولا يقلق لو الأهل. ماشي within average يعني طبيعي. ماشي طبيعي وبينجح، مش لازم يطلع من يعني. الاول بالظبط يعني لو هو في المتوسط ما فيش مشكله، لكن لو هو عنده لا يعني بينجح بصعوبه او بيسقط وقدراته الذهنيه مش وحشه، لا يبقى ده عنده مشكله اخرى غير ان هو مش حابب الدراسه يعني. ايه اكتر الامراض النفسيه شيوعا بين الاطفال يا دكتور؟ بالنسبه للاطفال المراهقين في العموم من اكتر الحاجات اللي القلق والتوتر، ممكن توصل ل 13-20%. وسواء اتعرض لمشكله او ضغط عصبي او ممكن يكون مكتسب من البيئه اللي حواليه، يعني انا ممكن اتعلم القلق والتوتر ده من اهلي، من يعني لو هم دايما بيقلقوا ودايما بيتوتروا بيكبروا المشكله قوي هتعلم ده. فبالتالي بكون قلق. اول ما اتعرض لضغط عصبي ممكن يحصل لي اي نوع من القلق والتوتر، وده بيبان جدا في النوم، في الاكل، ما بيبقاش مستمتع، بيسأل كتير، محتاج ان انا اطمنه. طبعا كلنا بيجي لنا اعراض نفسيه، مفيش حد ما بيجيلوش اعراض نفسيه، بس زي ما انت بتقولي امتى اعرف ان هو دخل في اضطراب نفسي محتاج علاج؟ انه يكون ابتدى ما يقدرش يمارس حياته بشكل طبيعي، ابتدى ما يقدرش يذاكر، ابتدى يعني. هل في حلول عند الاهل ولا حضرتك تنصحي انه على طول يحصل تدخل؟ لو هي مجرد اعراض، يعني مجرد ان انا اعراض ودايما عشان اقول ان ده دخل في اضطراب نفسي لازم تبقى مده معينه، يعني كم من الاعراض وبقاله فتره معينه، مثلا القلق والتوتر لازم يكون عدى اكتر من 6 شهور، او اضطراب الهلع مثلا ممكن شهر واحد. فلو الاعراض دي طولت وما راحتش لوحدها يبقى ده اضطراب نفسي محتاج علاج عند طبيب نفسي. لكن لو هي مجرد اعراض محتاجه تطمين ومحتاجه ان انا اقلل الضغط والتوتر اللي حواليه، دي ممكن الاهل يتعلموا ازاي يتعاملوا معاه ويتغلبوا على الاعراض دي بدون علاج دوائي او طبيب نفسي يعني. خليني اسال حضرتك عن التوحد، ازاي يتم ملاحظته والى اي مدى تدخل العلاجي بدري مفيد بالنسبه لهذا الطفل؟ الحقيقه يعني طبعا اضطراب التوحد من الاضطرابات اللي بتبقى موجوده في الاطفال، بدءا من ست ممكن تبتدي نلاحظها او الام تلاحظها قبل سن 3 سنين، يعني الاعراض بتبدا بدري جدا. وطبعا كل ما كانت الام عندها طفل قبل كده او ممكن بتقارن، ممكن تبقى حاسه انه حاسه في حاجه بس مش عارفه ايه هي. لكن لو عندها طفل قبل كده بتلاحظ قوي ان هو مش بيتواصل. هو الحقيقه اضطراب التوحد في الاعراض الاساسيه بتاعته ان يكون في مشكله في التواصل، منها انه مش بيبص في عيني كويس، فالام تلاقيه وهي بترضعه او هي تلعب معاه هو مش بيتواصل معها بصريا وما بيديهاش مشاعر، يعني مش بيترمي في حضنها، مش بيعيط لما يكون محتاجها، يعني في مشكله في التواصل. فبتلاحظ ان لا ده مختلف شويه. حاجه تانية انه ممكن في بعض منهم بيتاخر في الكلام، وفي بيبقى بيتكلم كويس، بيبقى فيه النمطيه او اللي هو التكرار، يعني تلاقيه بيعمل حركات تكراريه كتير وفي نمطيه. فهي لو لاحظت ده طبعا كل ما كان بدري والتدخل كان بدري كل ما نسب التحسن بتبقى افضل بكتير جدا. كل ما اتاخرنا كل ما يعني ان هو احنا كل هدفنا في العلاج طبعا ان هو يبقى اقرب للطبيعي. نعم. يعني هو للاسف مش بيتحسن 100% بس بيبقى اقرب للطبيعي ويقدر يدخل مدرسه ويتعلم ويدخل جامعه ومفيش مشكله. احنا شفنا ناس نوابغ الحقيقه، لو نسبه ذكائه كويسه مفيش اي مشكله، ممكن يدخل جامعه وبالعكس احنا بنستغل حته النمطيه والحفظ عنده ان هو ممكن يبقى وبيبقى عندهم سبحان الله ربنا بيبقى مديهم يعني زي كده هبه او حاجه هو بيتميز فيها. في ناس تتميز في الحساب، في ناس تتميز في الحفظ. انا عايزه اسال حضرتك لانه احنا بقالنا فتره الاعمال الدراميه بت بت بت
تخلينا نسترجع أو نفهم بعض الحاجات العلمية. الفرط الحركة وفرقها عن مثلا دول أشقية أو عندهم طاقة زيادة، صحيح. إزاي فرق بين الاثنين؟ لأنه الحقيقة حاجة شائعة جدا تلاقي مثلا حد عنده طفلين أو أكثر ومش عارف يسيطر عليهم أو شايف إنه في حركة زيادة وطاقة زيادة، إزاي هنا أقول مثلا ده لا دول أشقية أو لا ده في هنا فرط؟ بالضبط زي ما بقولك كلنا عندنا أعراض نفسية، مفيش حد فينا تركيزه ممكن يكون يقل شوية، أو في أطفال كتير في فرق بين الطفل الحركي أو الأكتف أو النشيط والطفل الهايبر اكتف اللي هو عنده فرط حركه ونقص انتباه. هو في خط كده يعني احمر كده ما بين ان ده طبيعي ولا لا ده زياده عن الطبيعي شويه بالنسبه لاقرانه. اهم حاجه ان يكون عنده مشكله انها مسببه له مشكله. يعني الاعراض الاساسيه في فرط الحركه ونقص الانتباه ثلاث اعراض اساسيه، ان حركتي زياده لدرجه انها بتاذيني، يعني بتخبط بقع، ممكن تلاقيه ماشي فوق سور مثلا يقع باستمرار، يتسلق حاجه ما عرفش ينزل من عليها. نمرة 2 الاندفاع، بيبقى مندفع يتصرف من غير ما يفكر، وفي منهم كتير قوي بيتوهوا، يعني لدرجة ان انا يعني من كتر ما هو مندفع ومش مركز ممكن يتوه من مامته. ونقص الانتباه اللي هو ممكن يبقى عامله ولازم يبقى عامله مشكلة دراسية. فلو هو نشيط ورايح وجاي ده ممكن يبقى دليل على الذكاء بتاعه، ما عندوش مشكلة في المدرسة، بيحسب الخطر، ما بيتعرضش لأي إصابات من الحركة الزيادة دي، يبقى هو كده طفل نشيط فقط، بالعكس ممكن يكون ذكي. وفي نسبة كبيرة من الناس اللي عندهم فرط حركة ونقص انتباه ذكائهم بيبقى أعلى من الطبيعي وبيعوض شوية قلة التركيز لحد ما يبقى فجأة بقى الدروس تزيد قوي، فيبتدي إن هو يجي لي مثلا في ستة ابتدائي أولى إعدادي يقولك لا خلاص ابتدى يحصل له مشكلة دراسية مع إنه ذكي جدا. ففي فجوه ما بين قدراته الذهنيه اللي هي كويسه جدا وادائه الدراسي، ده معناه ان عنده مشكله في التركيز. فبنعمل له اختبارات وبنقدر نعرف اذا كان هو فعلا تركيزه اقل من الطبيعي بالنسبه لسنه، ده بيبقى محتاج علاج دوائي وعلاج سلوكي عشان يتفوق وبالعكس يبقى كويس. فعشان الام تفرق ده اكتف ولا هايبر اكتف او ده نشيط ولا عنده مشكله دراسيا، يكون عنده مشكله الاندفاع والحركه الزياده تكون عامله لها هي مشكله وعامله له هو مشكله، سواء اصابات او التعاملات مع الاصدقاء. برضو تلاقي الولاد عنيف شويه مع الولاد، مش بيعرف يتعامل معهم كويس، الحركه الزياده دي عامله له مشكله، مش عامله له مشكله خلاص. الحقيقه في كورونا يا دكتور العائلات تتعرفوا على بعض بشكل او باخر يعني وعلى اطفالهم. وفي مشكله الحقيقه بسمعها بشكل كبير هي فكره التواصل مع الطفل العنيد، ان انا عارف اقنعه بحاجه، فكره البس الجاكيت لا مش هلبس وهو كده، اعمل كذا لا مش هعمل وهو كده، هل دي مشكله ولا ده طبيعي في تربيه الاطفال؟ هو دي مشكله في الاهل نفسهم. ليه؟ لانه هو العند ده بيبقى مكتسب، يعني عاده يعني زي ما يقولوا كل فعل ليه رد فعل. فانا لما بتحكم فيه قوي انا كده بربي عند او بولد العند، يعني لازم ابقى مدي له مساحه شويه اختيار، يعني يبقى في اختيارات دايما ادي له اختيارات، يعني مش لازم اقول له البس ده، ممكن البس ده او ده، او مش لازم تعمل كذا او تلعب يا ده يا ده، يعني يدي له مساحه اختيار. طبعا سن العند ده في النمو والتطور الطبيعي بتاع الاطفال والمراهقين ليه يعني زي بيك كده، ليه في سن السنتين او الثلاثه وفي سن المراهقه الذروة في سن المراهقة بتبقى أقوى جدا، لأنه بيبقى عايز إثبات ذات وعايز يبقى عنده شوية رأي أو يحس إن هو متحكم شوية فلازم الأهل يبتدوا يعملوا زي تطور هما كمان بعد سن، يعني بعد سن 11 سنة طالما دخل في ال 12 لازم أغير طريقتي معه شوية، يعني ما بقاش بعامله بنفس المعاملة اللي كان بيتعامل فيها وهو طفل، لازم أديله مسؤوليات، لازم أديله خيارات. دايما لو الاهل عارفين متطلبات كل سن هيتعاملوا معاه صح. من متطلبات المراهقه اني افهمه، اني اديله الدعم المادي والمعنوي، دعم مش فرد، دعم يعني يعني لما يحتاجني يلاقيني، لما يسالني اديله خبرتي، لما اقول له دايما يعني دايما اقول الاهل. بحس دكتور ان احنا في الشعوب في المنطقه هنا تحديدا مش اكسبوز او مش منفتحين قوي على مشاكل المراهقه، مع انها مشاكل عميقه وفي ناس بتضيع فيها، يعني
التعامل هنا يبقى ازاي، وامتى نقول احنا محتاجين، لانه في بتبقى عمليه ابس اند داونز او طلوع ونزول المراهق، في بعض الشكل من اشكال الاكتئاب اللي بيمر فيه، هل دي حاجات طبيعيه ولا امتى اقول انا محتاجه اعرضه على اخصائي؟ هو طبيعي جدا جدا ان يحصل له تقلبات مزاجيه، يعني من النمو والتطور زي ما بقول لك، لو انا فاهمه الحاله اللي هو بيمر فيها او متطلباته في السن ده، الموضوع هيبقى سهل جدا ومفهوم جدا وهعرف اتعامل معاه. كل المراهقين بيبقى عندهم بيدخلوا في حاجه اسمها زي الازمه المراهقه دي، هو بيختبر فيها كل حاجه، انا عايزه ابقى ايه، انا عايزه ابقى بتصرف ازاي، بعمل ايه، كلام كده. طيب عشان يخرج بشخصيه معينه، هو بيكون شخصيته في الوقت ده، محتاج مني الدعم ان انا اديله، اقول له ده رايي وانت حر، ده رايي وانت حر، ده رايي وانت حر. طب ما البير بريشر او راي الاصدقاء او المحيطين بيه بيبقى اقوى. ما هي دي بقى الفكره، ان انا لو انا مصاحبه من الاول وانا ابتديت اعمل التطور في التعامل ده، من ان هو طفل لان هو بقى مراهق وصاحبي، وابتديت انا اتصاحب معاه واسمع له، هقدر اتدخل في الوقت المناسب، هقدر احط البصمه بتاعتي في الوقت اللي هو عايز فيها استشاره، هيستشرني زي ما هيستشير صاحبه، هيجي لي ويقول لي انا عايز اعمل كذا، فاقول له طب انا رايي كذا، وبرضه يعني انت حر، شوف انت عايز تعمل ايه، فيبتدي يفكر. لكن لو قلت له اعمل كذا، فانا كده بعمل زي بفرض رايي، فهو هيبتدي يعند، هيقول لك لا طب انا مش عايز ده، حتى لو هي صح وهو مقتنع بيها، بس مجرد اثبات رايي فهو هيرفض الراي ده. لكن لو انا بقول له بشكل ان ده رايي، برضو انت شوف وقرر، ويعني القرار يطلع منه هو، هتلاقيه اقل عندا يعني. فهو بس محتاجه شويه تغيير في التعامل بعد سن معين عشان اكسبه، مش نبقى ضد بعض دايما، كل واحد فينا عايز يفرض رايه على التاني. بحقيقة دكتور اكيد هنكمل مع بعض هذا النقاش، لانه فيه الكثير من التفاصيل ومهم جدا، وانا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا. دكتوره نرمين شاكر، استاذ الطب النفسي بجامعه عين شمس واستشاري طب نفسي الاطفال المراهقين، شكرا لحضرتك يا دكتوره. شكرا ليك. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير، اكون في انتظار حضراتكم بعد هذا الفاصل واخر مواجهات الليله مع السيد العميد خالد عكاشه بعد هذا الفاصل.